يعني كلمنا كده عن فصيلة الحمام الرضاعي أمامنا خيالي بس مباشر. الأول نبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معنا مجموعة كبيرة حوالي 200 جوز حمام، كلهم حمام زينة طبعا، عبارة عن النمساوي، النفاخ، الستانيت، المفتل، في أنواع كتير جدا. يعني هنعمله جولة كده، إيه، عرف الناس على الحاجات الموجودة معنا النهاردة. ده المفتل يعني؟ لا، ده نمساوي. كل ده نمساوي. كم سعر دعم الجولة؟ بيبدأ من 2500 الجوز النهارده. نمساوي. احنا بنتكلم على اغلى اسعار حمام يعني. والله في حاجات موجوده برضه اغلى من كده موجوده معانا النهارده، زي المفتل، في بخاره، في حاجات كتيره موجوده سعرها عالي يعني. كام يعني امجاد؟ على حسب يعني النوع الموجود. يعني عندك النفخات اهي. تمام. يعني احنا طبعا هنا معاك حجاجي بس يا باشا، بنحاول ان احنا نشوف يعني اكبر عدد من الحمام واغربهم، اغربهم من حيث الفصائل يعني والنوع. ده نفخ الجوز يعمل 3500، ينفع بس هو عشان بيتصور جوه افضل. طب كم الجوز يعمل؟ 3500. طبعا هو مش عايز يقف لان الحمام ده عريض شويه. مش الجوز منه بيعمل كم؟ 3500. ده بيكون اغلى من الحمام النمساوي. اغلى من النمساوي. وهنا ستانيت. بص الرسمه بتاعته كام دي؟ عامل كام ده؟ جوز عامل 1500. اضخم انواع الحمام ما لقاهاش غير عند عامل ازاي. واغلاهم واغربهم يعني. احنا بنسمع يعني عن يا دي شكلها عامل ازاي؟ 1500. ايه دي؟ بص شكلها عامل ازاي. بنسمع يعني عن فصائل نادره انت بس بتقدمها هنا في سوق السيدة. احنا بننزل بالحاجات اللي هي تعتبر نادره عشان الناس بتحب تيجي تشتري مننا الحاجات اللي هي ايه تعتبر نادره شويه. يعني مثلا النمس، البخارة، الحاجات اللي هي مميزه الناس بيبقى فيه اقبال عليها. ده غريب كده ليه بيعمل ده؟ ده اسكندرون اهو. بص العظم عامل ازاي والوش عامل ازاي. العظم الاحمر، الرجل الحمراء، الجفن الاحمر، الرسمه المظبوطه، حجم كبير. يعني الجوز ده يعمل له 2500. بس احنا يعني هنا عم جايب بنتكلم في فصائل مختلفه، الاسعار بتتراوح من 1000 ل 2000. يعني يبدو ان ده بيكون اغلى سعر عندك ولا بيكون فيه؟ لا، في حاجات اغلى من كده بكتير. الاسبوع اللي فات كان في حاجات عامله 8000، اللي هي البخاره الدبل كريست الاصفر 8000، وكان في حاجات عامله 10000 جنيه. على حسب يعني كل جمعه بننزل نوع معين، ممكن يا سعره عالي يا سعره قليل على حسب الطلب. يعني الطلب على مثلا النمس والبخاره، فبنكتر نمس وبخاره. النمس والبخاره في الاسعار بتتراوح من 2500 لحد 4000 5000 على حسب الفصيله ذات نفسها بالنفس. ده قرباج. اسمه ايه؟ قرباج. قرباج. ده الجوز يعمل 1000 جنيه، في منه الجوز يعمل 2500 3000 على حسب مواصفاته، كل ما كانت مواصفاته عاليه كل ما كان سعره عالي. ده هزاز روسي وانتهى بطريق. انتهى بطريق. ولكن انت تعرفت بشكل كبير بالحمام النمساوي ده اللي دايما بيظهر معاك يعني. دايما حمامه يعني على الحمام اللي مليان شعر يعني في منطقه الراس. هو يعني الحمامه ديت بالذات انا بكتر منها عشان عليها اكبر كتير. يعني انت لو بصيت هتلاقي الفرش فيه حوالي 20 25 جوز نمس النهارده. طبعا النمس عليه اقبال جامد، فعشان كده بجيب النمساوي. ده نوع اسمه مور هيت. دي كلها يعني فصائل انجليزيه. باين من السوق، باين من السوق، من الشكل. متابعينا في كل مكان، اهلا بكم في بث مباشر جديد. ده معكم انا محمد صاج، محاجر صحفي، متواجدين معكم من داخل سوق السيده عائشه. بنحاول ان احنا نستكمل التغطيه الحقيقه من داخل سوق السيده عائشه مع عم مجاهد. عم مجاهد يعني اليوم بيقدم اغرب انواع الطيور، تحديدا الحمام. اغرب الفصائل بتكون موجوده هنا، يعني عندنا فصائل كثيره، اسامي انجليزيه استعرضناها مع حضراتكم في بدايه البث المباشر زي ما تابعتوا معانا. وكمان يعني عنده الحمام النمساوي المليء بالشعر، حاجات يعني غريبه وبيكون سعرها مهول زي ما حضراتكم تابعتوا معانا. يعني اسعار سيارات واسعار يعني ممكن بيها نشتري حمام، ممكن بيها نشتري حمام من عم مجاهد. يعني زي ما حضراتكم شايفين معانا ده بيكون يعني شكل الحمامه. بخاره الجزء يعمل 4000 ان شاء الله.
امور هيد. مرهد. ده حضرتك حابين نكرر اسامي وراك، ده اسمه مرهد. اه. يبقى ليه رسمه معينه كده، الراس سودا والدلس. اما دي اسمها مدينة، دول لابسين دبل بلجيكا الاثنين. اه. ده حمام بلجيكي؟ مدينة امريكي ده. موديل امريكي. اه. لكن انت قلت لي الحمام ده بلجيكي. هو بص هتلاقي لابس دبل بره، المنشا الدولة اللي هو جاي منها. ده جوز برضه. بص التكشيله واضح يعني ان هو حمام مختلف، حمام مختلف تماما. الجزء من ده يعمل 5000 جنيه. 5000 جنيه الجزء من ده. هنا هتلاقي التاريخ اهو 2019. طيب الحمام ده انت بتجيبه ازاي يا عم مجاهد؟ يبدو ان هو مش حمام مصري يعني ولا بلدي. الاستيراد بيفتح في شهر، من اول شهر 6 لحد شهر اخر 9. اه. فبندخل حمام رسمي من بره وبيخش مصر وبننتج منه وبنبيع الانتاج بتاعه يعني. يعني جزء ده كان جاي من بره. فاهمني؟ المفتلات دي برضه كانت جايه من بره. طيب ده ايه طيب؟ بص ده كريليوم. بص الرسمه. التفتيله عامله ازاي؟ الحمام شكله بص ريشه عامل ازاي؟ سبحان الله يعني كل حاجه بنشوفها جميله بنقول سبحان الله على الجمال. دي خلقة ربنا طبعا خلقها كده. ممكن نمسكها بس ثانيه بعد اذنك؟ عايزين بس نشوف الشكل كده من بعيد. يعني فعلا شكل الريش الخاص بيه غريب. ده نوع اسمه مفتل. جوز عامل ده المفتل من 2000 ونص 3000 جنيه. وفي طيب. الالوان اللي هي الصفراء. ممكن نطلع الحمام ده طيب يا عم جاي؟ عادي مفيش مشكله. ده نمساوي. ده بيكون الجوز كام؟ يعني من 2000 ونص ل 3000 جنيه. ده اغلى من المفتل؟ لا مش اغلى، في حاجات اغلى في المفتل، في حاجات اغلى حسب المواصفات. يعني السعر بيحدد على حسب مواصفات فرد. كل ده نمس. مفتل ده بخارة. الباقي بقى نمس يعني كده يعني. دي التشكيلة اللي عندي. ما اقدر وريتك شوية حاجات من هي يعني فعلا اغرب انواع الطيور بتكون هنا في اخر سور السيدة عائشة تحديدا عند عم مجاد. طبعا انا بشكرك جدا، طورنا عليك ارهقناك وتعبناك. لما يمشي حاجة على يعني نورني في اي وقت. ربنا يعزك تسلمي، كل سنة وانت طيب. هنا يعني احنا حتى لحظة مستمرين مع حضراتكم من داخل سور السيدة عائشة بنحاول ان احنا يعني نلقي الضوء على اهم الفصائل واغربها. يعني كنا معاكم اليوم من جولة كده عند عم مجاهد الحمام المختلف، شفنا الحمام النمساوي الحمام المفتل، كلنا بنشوف الحاجات دي بنقول طبعا سبحان الله، سبحان الله يعني على تصميمه وابداعه سواء كان في الطيور وباقي يعني المخلوقات الاخرى. بنشوف يعني هنا حمام بشكل بديع، شكل مختلف ما شفناهوش عند اي حد قبل كده. الحمام المفتل اللي بيكون جاي من بره واسمه ليه مفتل؟ لان هنا لو شفنا الجيش الخاص بيه هو يعني جيش بوضع وتصميم مختلف تماما. شفنا ايضا الحمام النمساوي اللي شعر راسه اللي شعره مغطي راسه زي ما حضراتكم يعني متابعين معانا، وحمام اخر يعني بيكون فصائل انجليزيه. خلينا نوضح لحضراتكم كمان ان كل الفصائل اللي شايفينها امامنا دي فصائل كلها من الخارج، مفيش يعني حاجه محليه او بلدي أو, او 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 يعني جنسيه مصريه هنا، لا ده كله يعني عن طريق الخارج. لما اتكلمنا مع عم مجاهد وسمعنا منه عرفنا بيقدر ان هو يجيب الحمام ده ازاي، قال ان هو بيكون في استيراد من الخارج بيفتح ابوابه، ويعني معاه فتح الابواب بيكون موجود على اتم استعداد لاستقبال الطيور من الخارج. دي كانت اخر التفاصيل اللي كنا حابين نوضحها لحضراتكم في لايف اخر جديد. كان معكم انا محمد صالح، موقع بصراحه الاخباري. دمتم في امان الله وحفظه.